الله يجازيكم بخير. غادي ندخل مباشرة في الموضوع، ما غادي نطولش عليكم. اليوم انا راني كنقلب على واحد السيد سميتو علاكوش ولا علوش، اللي كان طلب من الاساتذة على انهم يلتحقوا بالاقسام ديالهم، ان الشارع ليس مكان لهم. بغيت نسول الاساتذة المحترمين، شكون ما لم تعيروا هذا علاكوش اي اهتمام له هو ولا نقابته، والإضراب مستمر 100%، والمدارس ما كاينش قراية. بغيت نسول السي علاكوش اللي كان كيتكلم بواحد الثقة في النفس أكثر من اللي كيتكلم الوزير ديال التعليم. السي علاكوش، الإضراب راه ناجح والأساتذة لم يعيروك أي اهتمام السي علاكوش، أنت ولا نقابتك، والفضل كيرجع للمسؤول الاول ديالكم الكاتب العام اللي كان اطلع علينا وقال الاساتذه خصكم ترجعوا للاقسام، وقف الى جانب الحكومه ضد الاساتذه. سي علاكوش ولا علوش ولا شنو سميتك، كنظن الا كانت فيك واحد المروءه والرجوله خصك ينتهي هذا الاضراب ديال 4 ايام، تقدم واحد الاعتذار رسمي للاساتذه وتقول لهم على انني لم اكن صادق ولم أكن صائب في كلامي، إنما قلتي عندك القواعد وعندك التنظيمات وصورتي لنا بحال اللي عندك شي. دابا داك 100 غرام اللي بقات لكم ديال المصداقية كان رقابة ديال المنية، مشات لكم دابا، مشات. تحية احترام وتقدير للأساتذة والأستاذات المحترمون الذين لم يعيروا اهتمام مثل هذا علاكوش وهذا الثلاثي اللي معاه. لو كانت زعما فيكم ذرة حياء، ولكن ما كتحشموش تعتذروا كاملين للمغاربة والأساتذة والأولياء التلاميذ، تقول لهم أننا فارغين خاويين بحال شي نفاخة، ما عندكمش قواعد. وتحية احترام وتقدير للناس اللي تابعين لهاد النقابات وما التزموش ودير الإضراب. ما كتهضر معنا السي علاكوش كأنك شي شخصية كبيرة، أنت لا اسمح لي، مع احترامي لك وتقديري، لا 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 فورم ديالك ولا اللهجة، ولا أنك تكون كتنوب على الأساتذة. الأساتذة صعب عليك، خصهم شي واحد يكون أكثر رجولة وأكثر شهامة.